لو أن الجدران تتكلم لقالت لك إن المنزل المتصل غاية في الذكاء، فبفضل التجهيزات الذكية تتمتع هذه المنازل بأعين وآذان وحتى بدماغ مؤلف من المقومات التالية: أجهزة استشعار ومتحكم دقيق لتحليل البيانات التي يتم جمعها، وتوصيل عالي السرعة بشبكة الإنترنت لنقل المعلومات إلى المزودين بالكهرباء مثلاً أو إلى المتاجر وشركات الخدمات المنزلية. فبدل أن تكون سيد المنزل، تصور أن المنزل عينه يقوم بالأعمال جميعها. لم يعد عندك مشروبات؟ أهلا بك سيد مارتن، غبار تحت الأريكة، أصلح غسالة الأطباق. وستحدث هذه التكنولوجيا ثورة من ناحية الإنفاق المنزلي واستهلاك الطاقة. فلنعتبر أنك جالس على الأريكة في غرفة الجلوس لتشاهد التلفاز، عندئذ سيعمل المكيف ويعدل درجة حرارة الغرفة. شاشة الصمام الثنائي الباعث للضوء ستتكيف مع ضوء النهار المتوفر، وفي حال خرجت من الغرفة ستنطفئ الأنوار تماما كالمكيف والتلفاز، كل ذلك بفضل أجهزة استشعار الحركة والضوء. إنها ثورة قد تغير حياتك، ولكن بوادر القلق تلف مسألة الانتهاك التام للخصوصية. فالبيانات الشخصية التي تجمعها التجهيزات الذكية قد تشكل منجم ذهب لشركات التسويق التي لن تتجاهلها.